بشخصية مسرحية شابة للعالم. ممثل مصري اشتهر بتمثيل وتقمص الشخصيات مثل إسماعيل ياسين، سيد قطب، تشارلي شابلن. بدأ التمثيل بمسرح جامعة القاهرة بكلية التجارة، وحصل على جائزة أفضل ممثل بالجامعة 3 مرات. ثم اشترك بالعديد من الورش المسرحية للتمثيل والرقص والغناء، وآخرهم ورشة مركز الإبداع الفني. وفي عام 2009 قدم مسرحية أنا أملك، وفاز بجائزة أفضل ممثل وسط منافسة أكثر من 45 دولة أجنبية ولجنة تحكيم دولية من 9 أجانب ومصري، وبرئاسة الإيطالية دانييلا غوردياكو. وعام 2020 قدم شخصية المهرج في مسرحية الملك لير مع النجم القدير يحيى الفخراني. وفي عام 2022 في افتتاح المهرجان القومي للمسرح جسد شخصية عزيز عيد في مسرحية يا عزيز عيني، وحاليا يقدم مسرحية شارلي عن قصة حياة أسطورة السينما تشارلي شابلن، ونجح في إحياء فن المونولوجات لإسماعيل ياسين وشكوكو ومنير مراد وعمر الجزاوي. وقدم العديد من الأعمال الدرامية من أشهرها شخصية فهيم سرجة في مسلسل الكبير أوي، وشخصية سيد قطب في مسلسل الجماعة الجزء الثاني الذي حصل عنه على أكثر من 30 جائزة في عام عرضه. وآخر أعماله الدرامية شخصية علاء عبد الجبار في مسلسل عملة نادرة العام الماضي. فتحية إعزاز وتقدير من مهرجان الفردوسي الدولي والمسرح الشعبي والفائز من جائزة أفضل شخصية مسرحية شابة للآداب عام الفنان محمد فقير.